ان شاء الله غادي نديرو ميلك شيك بواحد الطريقه سهله جدا في الدار. اول حاجه غادي نحتاجو صوص كراميل للتزيين، انا ديجا وريتكم كيفاش تصايبوها، غادي تلقاو الرابط في اسفل الفيديو. وعندنا هنا الشوكولا شديناه ذوبناه. اول حاجه غادي نزينو الكؤوس ديالنا، بسم الله. غادي ناخد كاس عادي فين غادي نديرو ميلك شيك، وناخدو الشوكولا اللي ذوبناه من قبل، اولا تاخدو الشوكولاطه صوص شوكولا. غادي نديرو بحال هكا، نزينو بشكل عشوائي. غادي نزين الكؤوس ديالي كاملين بالطريقة. غادي نزينوهم كاملين. غادي نحطهم في الثلاجه يبردوا باش ما يتخلطوش لينا مع الخليط فاش نكبو. اول حاجه كنحتاجو ثلاثه المعالق سنيده على حساب الذوق ديالكم، سكر سنيده. هنا عندنا بسكوي اوريو قطعته بهذا الشكل. عندي هنا جوج معالق كبار ديال بودره الشوكولاته الحلوه باش يجينا مذاق ديال الشوكولا حاضر. عندي هنا الكريمه ديال الفانيلا اولا غلاس الفانيلا، انا باش صايبته غير كريم شانتي، زدت عليه سكر فانيلا 14 غرام ديال سكر فانيلا، ولا تقدروا تشريو الكلاص ديال الفانيلا اللي كيكون في لي بواط. حنا باش نقتصدوا من الاحسن ديروا كريم فريش بحال هكذا. عندنا نصف لتر ديال الحليب، نبداو على بركه الله. غادي ناخذ الحليب اللي كنكونوا ديجا دايرينو بارد بزاف، بردناه. الا كنتو مزروبين ديروه في المجمد من الاحسن. غادي نديرو سنيده، سكر سنيده، البسكويت ديالنا، بودرة الشوكولاتة الحلوة، والكريمة كريم فاني اللي قلت لكم، باش نقول لكم تقريبا واحد ربعة المعالق كبار باش ما كانت الكريمة كثيرة كيجينا عاقد وكيجي بنين. هاد المكونات طبعا غادي نديرهم في الميكسور، غادي نطحنهم ونتلاقاو من بعد. بعد ما طحنا دوك المكونات غادي نكبهم في هادو الكؤوس ديالنا اللي كنت دايرهم في الفريغو باش يكونوا باردين، بسم الله. غادي نخليو شويه في نديرو تزيين ديال الكريمه. كتجي هاد كيجي غزال. غادي نزينو بالكريمه ونتلاقاو من بعد. بعد ما وجدنا الكريمه ديالنا كريم شانتيي، غادي نبداو نزينو من الفوق بالكريمه، بسم الله. كنعمرو هكذا بالكريمه، هكا كيكون ميلك ميلك شيك شوكولا. مبقى لينا غير تزيين ديال الكؤوس. غادي نبداو تزيين الكؤوس ديالنا. انا هنا خديت الكراميل صوص كراميل، نديرو هكذا من الفوق. غادي نزينو بواحد طريفات ديال الشوكولا، هذا سنيكرز، تقدروا ديروا اي شوكولا كيعجبكم.
ديروا بحال هكذا، نقدروا نديروا قطع صغيره قطع صغيره كيجيو هكذا حلوين، ونكملوا التزيين. اول كاس الاول زيناه بهذا الشكل. الشكل الثاني غادي نزينه بشوكولاته سائله بسم الله بهذا الشكل، وغادي نرش فوقها بودرة الشوكولاتة ديال الحلوة بسم الله، غير واحد شوية كتزيين كيجي المنظر المنظر ديالها زوين كيف كتشوفوا. غادي نعاودو نزينو بالشوكولاتة السائلة بسم الله. غادي ناخد اوريو اللي فرتتو بحال هكدا ونديرو من الفوق، تا هو كتزيين. افكار بسيطة باش نزينو الكؤوس ديالنا كيجي بهذا الشكل. نستمروا في تزيين الكؤوس ديالنا. انا هنا خديت هذاك الشوكولاط والكراميل قطعته بهذا الشكل، وغادي نزينه به غير بحال هكا اللحوم بشكل عشوائي. وغادي نجيب الشوكولاته السائله نزينه بها بحال هكذا، هو كيجي منظر زوين. التزيين كيبقى كل واحد والاختيار ديالو. هذا كاسي انا غادي نخلط فيه كل شيء، غادي ندير بودره الشوكولاته الحلوه وناخد اوريو فرشتو فيه حتى هو، ونديرو الشوكولاته السائله ونزين بواحد طريف ديال الشوكولا، كيجي المنظر ديالو جميل بزاف. هذا هو الشكل النهائي ديال ميلك تشيك تشوكليت، كيجي بهذا الشكل غزال وتف البنة بنين بنين بزاف. درناهم في هذه الشكيلات وزيننا كيف شفتوا معايا في الفيديو، كيجي رائعين. انا بعدا كيحمقوني، نتمنى ديروا حتى نتوما لوليداتكم والناس اللي عزاز عليكم. انا نقرب لكم باش تشوفوا المنظر، ها هو انا نقرب لكم اكثر. ها هو الشكيلات كيفاش زيناهم كاملين، كيجيو رائعين شكلا وحتى في المذاق، يعني روعه روعه. نتمنى تجربوهم وتستمتعوا تنتوما بالمذاق ديالهم وبالجماليه ديالهم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات وحدين اخرين وافكار جديده في قناتي ساميه فود. الى الملتقى، سلامه.